ومحطة وركاب، لقى وفراق بين أحباب، والناس مراحل ده جاي ده راحل، والظاهر كلنا أغراب. صفين وكلنا في طابور، كله في أعانه له دور، بحر ومراكب نازل وراكب، زال الدهب والباقي تراب. حاجات كتير لو تتشاف، هنتوب ونهدى ولا نخاف، انويها ربك هيسويها، خاف منه هيديك اضعاف. صفنوا كلنا في طابور، كله بأوانه له دور، بحر ومراكب نازل وراكب، زال الدهب والباقي تراب. تعددت الأسباب في السكة من مش غلطان، وذنوبنا أشكال والوان، والكل عشمان في التوبة مهما تعددت الأسباب. قطر ومحطة وركاب، لقى وفراق بين أحباب، والناس مراحل ده جاي ده راحل، والظاهر كلنا أغراب. صفنوا كلنا في طابور، كله بأوانه له دور، بحر ومراكب نازل وراكب، زال الدهب والباقي تراب. ايه اذا حضره الشياطين زابت الملائكه ولا ايه؟ لامار عمل ايه؟ رايح على فين يا حبيبي؟ لامار استني بس، جرايه انت رايح على فين؟ هو انت مش ناوي تبطل رمرمه؟ بس ايه ده، مش دي البنت اللي انت كنت بايت عنها؟ مخرب بيتك يا عمي. لامار لامار بص يا حبيبي، معلش رايح فين؟ ما ينفعش تمشي كده. ليه بقول لك دي فاهمه غلط. انت اللي هتتفهم غلط لو خرجت كده. يلا يلا تعالي تعالي معانا، تعالي تيجي معانا على فين؟ جوه جوه. ايه يا عمر، ما انا اول ما عرفت سبت الدنيا وجيت لك جاري، تعمل كده فيا؟ فيا يا بنت انت؟ في ايه؟ انا مش كنا خلصنا خلاص؟ ايه ده يا حبيبي، احسن الجرح يفتح تاني. ايه بنت السوعية اللي انت فيها دي؟ سوعية ايه بس يعني؟ مش يا عمر، بس ايه يعني؟ حلوة يعني. سكري فمك واطلعي من غير ولا كلمة. يا ستي حل عندي بقى. حسبي الله ولا إيه حبيبي، انت بتشخط فيا ليه بس كده؟ يرضيك كده يا عمو؟ لا بصراحه ما يرضنيش، في ناس بعيد عنك ما عندهمش سنس، ما عندهمش نظر. انت ما تقول اي حاجه من كلامك الحلو ده. حلو هو في احلى من كده؟ ما يسيب لكم الاوضه تريحوا فيها حبه. ايه يا حبيبي، عايز افهم مالك بقيت عصبي قوي كده ليه؟ يا بنت الناس سيبيني في حالي، سيبيني في حالي. ما انا سايباك في حالك غير لما اعرف البت اللي كانت هنا دي مين وبتعمل ايه. وانتي مالك؟ شايف يا عمو بيشخط فيا ازاي؟ جرى ايه يا عمر؟ جرى ايه؟
يا اخي بالراحة عليها، دي برضو حنينة وما تستاهلش. والله يا عم انت العسل. من فيسبوك ما تعملي لي اد، ما اعمل لكم بلوك انتوا الاثنين، اعمل لكم بلوك. يلا يا بنت، يلا يا بنت من الاتوبيس ده، انزلي يلا، انزلي داخل الخط. انت كمان بتطردني ها؟ يلا مع السلامه. ماشي يا عمر، انا ماشيه بس خليك فاكرها. سلام. سلام. روح وصلها يا خالي. ارحمني بقى، ارحمني بقى. خالك وانا خالك ولا عمك؟ يا عم ارحمني، ده وقته، ده وقته، ده وقته. عمك، عمك. ارحمني انت، ادي ارحمني. قول لي ازاي بتقدر توقعهم في دباديبك كده؟ دي بنت فاضيه اصلا ومخها طائر، وجت في وقت مش وقتها خالص، بوظت لي الدنيا مع لمار. هوبا خلاص. يبقى المركب رست على الشط يا ابطال. ولا رست ولا حاجه. رست ايه بس؟ هلا هتعملهم عليا. بس بيني وبينك البنت تستاهل. الاولانيه؟ لا التانيه. الاولانيه لمار. رمار. لا تستاهل رمار، دي تستاهل. لمار. لمار بس خلاص، هي هتوريني وشها بعد اللي حصل ده. بالعكس، اللي عملته البت الاولانيه رمار. لا اللي عملته التانية مجنونه عفل. اللي زي لقطه القشطه دي. خلت التانية تلف حوالين نفسها. اسالني انا ازاي يا عم رشدي يا باظ. ازاي البت اللي بدرت عليها بالشعلانه بتاعتها، التانية كلت في نفسها وفي قلبها، طلعت كل اللي جواها، حست انها انكشفت. هوب جريت. قصدك انها غارت؟ ايوه، خد من عمك. انا خبرة. وقفي. اديني وقفت يا متعب. قولي بقى عايز مني ايه؟ مش كفايه اللي حصل؟ طب تهربي مني وسيبك؟ والله تقوم تحاول تقتلني؟ لا انا كنت قاصد اخوفك، والحمد لله ما صابك شيء. ايوه صح، ما صار لي شيء، بس الرصاص ده صاب راجل ملوش اي ذنب وكان هيروح فيها. ترى والله لو كنت عرفت انه رايح لك ما كنت تركته، كنت قطعته. ده بدل ما تشكره انه ما جابش سيرتك في التحقيق، كان زمانك دلوقتي مرمي في السجن. وايش دراه ان انا اللي وراها؟ انا اللي قلت له. ايش انت يا لمار؟ ايوه انا يا متى، ولو ما بعدتش عن سكتي انا اللي هبلغ عنك. تبدا انت جبت اخرها يا بنت عمي. هو انا ليه يا بنت حاسس اني سقطت كده وفشلت كالعاده؟ يا اخويا راح اجازه عقبال يا رب، ومحدش عارف جاي امتى. اجازه ومحدش عارف؟ نسال واللي يسال ما يتوهش يا اختي. خلوصي انا قلبي مش مطمن للحكايه دي ابدا. طب بقول لك ايه يا باريزه يا اختي؟ ايه؟ قلبك ده هياكلنا وشربنا يا اختي. بطلي نقك ده، رايح حبتين كده وخفي عشان الموضوع يمشي. رايح انت يا اخويا وخفي، يلا بينا قبل ما حد يشوفنا. ماشي. تروح مني فين يا دكتوره؟ الشمس جامده على رايي. يلا ثواني، المكنه دي مش نصفاني على طول، لازم اجيب عربيه بدلها. بس كفايه كده النهارده عليك. تعبتي؟ معلش بس هتسني ثواني اغير ونتحرك بسرعه بقى عشان ازهق. اوكي. على فكره الحاجات دي هنا ممنوعه وفيها غرامه كمان. مش كاتبين يعني ممنوع التدخين؟ لا، ما هو هنا اي حاجه مضره بالصحه ممنوعه. بسيطه نشربها بره. وانا لما عرفت ان سعادتك بتيجي النادي هنا كل يوم عشان تجري، اكتشفت فجاه ان انا عضو في النادي ده، فقلت اتمشى مع سعادتك وهو بالمره برضو نتكلم براحتنا. انا عايز اعرف يا دكتور، انت بتلف وتدور حوالين ايه؟ الراجل بتاعك جالي وفهمت منه وتشكرت لك، في ايه تاني؟ يا ريس الشكر بتاع سعادتك ما وصلنيش. يعني ايه بقى؟ فسر كلامك. الفيديو عندي يا باشا، ولو ما كانش له قيمه زمان دلوقتي بقى له قيمه. يعني ايه بقى؟ يعني الحكايه كانت زمان مجرد بنت بتجري ورا واحد، دلوقتي بقى بعد خبر انها برئته وانها قالت انه كان بايت عندها، ده موضوع تاني. ده خبر كذب. وانا لا، سعادتك نجحت بفضل نفوذك وسلطاتك انك تقنع الناس
انه مجرد كذبه من خصومك. انما لما يظهر الفيديو ده بقى ويتنشر بين الناس، الناس هتعرف انه حقيقه مش كذبه، وهيعرفوا ان بنت الرئيس المنتظر سرها يعني عدم المؤاخذه. ده ابتزاز وانا ارفضه. مش من حقك في الوضع اللي احنا فيه ده، اللي من حقه يقبل او ما يقبلش انا يا ريس مش انت. يعني ايه بقى؟ يعني نتفق، لو الاتفاق عجبني اقبل، ما عجبنيش ما اقبلش. وطلباتك ايه؟ اهو كده الكلام. انا اقول لسعادتك طلباتي بقى. ايه ده، مش ده ربيع رجاء المترشح؟ ها؟ انت تعرفين؟ بقولك انا افتكرت مشوار مهم جدا لازم اروحه. ماشي يا بنتي، مش قلنا هنتغدى سوا؟ بعدين بعدين. معقول اول ما تشوفيني تجري كده؟ انت شفتني ازاي؟ بقلبي. وانت ما تعرفيش ان اللي بيحب ده بيشوف ان شاء الله بقى فاهم. يا سلام. طب عايز ايه دلوقتي؟ ما اوصلك ونتكلم. عندك جديد؟ نشوف لو في جديد نشتري، ما فيش خلاص. لا صحيح، قول لي هو الناس المهمين دول تعرفهم منين؟ انت قصدك على ربيع رجاي؟ لا ده واحد من ضمن الغلابه اللي اعرفهم. يا سلام، ولا عشان هيبقى الريس ويمكن ينبدا من الحب. انا اللي اقول. ايوه انا لو عايزه يبقى رئيس هيبقى رئيس، مش عايزه خلاص مش هيبقى. يا جامد، مش وسعت منك حبتين دي. ولا وسع. بقول لك ايه، احنا هنضيع الوقت في الكلام. ما يلا تعالي تفكري. يلا انا بجد مش قادره افهمك، انا عملت ايه علشان تاخد مني الموقف ده؟ اللي قلته كان قصدي منه اوفر عليك وقت ممكن نضيعه في حاجات ملهاش اي قيمه. صفو، مفيش حاجه توجع الراجل قد ان يبقى واقف عاجز قدام اللي بيحبها، مش عارف يحقق لها اللي هي تستاهله واللي يقدرها بيه. التقدير مش فلوس وعفش وشقه، التقدير مشاعر وحب وحاجات حلوه تملى بيها كل حته فاضيه جوايا، وترجع لي الثقه في حاجات كنت خلاص قربت انساها. هشتغل ليل نهار، هاخد شفتات في كل المستشفيات اللي انا اعرفها، ان شاء الله اسافر بره. المهم ان اعمل حاجه اللي تخليني استهلك. تقدر تعمل كل ده واحنا مع بعض؟ بجد يا صفا؟ يعني هتقفي جنبي؟ هتلاقيني معاك في كل خطوه. هموت واتجوزك في اسرع وقت. هتعيش وهتتجوزني في اي وقت احنا نختاره. الف 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 مبروك، يا رب تبقى ليلتك جميله زي كده يا حبيبتي. سي حبيبتي، عقبال فرح ولادك يا رب. يلا بقى، ده العريس مستعجل تحت. بلاش الحساسيه الزياده دي يا اختي، يا ريت ما تركزيش معايا، انا زي الفل. يا تينا انا عايزه افهم انت ليه مش بتتجوزي؟ اتجوز تاني؟ حرام عليك، كفايه مره واحده بس. وايه اللي حرمه بقى؟ انت لسه جميله وصغيره وكمان ناجحه، والف مين يتمنى واحده زيك. شوفي يا حبيبتي، اللي زي ما ينفعهاش غير اتنين، يا اما عيل صغير يضحك عليها بقرشين، يا اما راجل محترم وعنده عياله زهقان من الخلفه، وانا الاتنين ما ينفعونيش. عادي جدا على فكره انك انت تتجوزي راجل محترم وعنده ولاد. لا مش هرتاح. انت بتسبقي الاحداث ليه؟ طب ما تدي نفسك فرصه يا ستي. لما تيجي فرصه افكر. بس كده الموضوع بقى خطر قوي يا لمار. عليه هو مش عليا انا. لا عليكي وعلى عمر كمان. ما تجيبيليش سيره الراجل ده تاني خالص. بقول لك ايه، عارفه ايه المشكله السودا؟ ان انا فاهماكي كويس جدا. لو انا مش فاهماكي كنت قلت انت وقعتي من زمان. ايه ايه وقعت؟ ايه الكلام اللهبل اللي انت بتقوليه ده؟ ده مش كلامي يا حبيبتي، دي تصرفاتك. انت مش شايفه نفسك ولا ايه؟ انا كل ما هنالك اني ما بحبش الناس تظهر في صوره مش بتاعتها. لما هو راجل بتاع ستات ومقضيها بيقول لي ان هو مش بتاع علاقات سابقه، ليه ليه عايزه افهم؟ وايه يعني؟ كل الرجاله اللي ربنا خلقها في الدنيا بتكذب، وكل الستات عارفه ان هم كدابين وبيصدقوهم. ايوه يا سلمى، بس انا مش من دول. بقول لك ايه، خلينا دلوقتي في ابن عمك المجنون ده. انت من ساعه ما حكيتي الموضوع وانا جسمي متلبش. هو ممكن يطب علينا؟ بص يا سلمى، انا ممكن اسيب لك البيت دلوقتي حالا، نروح اي اوتيل اي داعيه. على الاستفزاز يا بنتي، ما انا خايفه عليكي زي ما خايفه على نفسي. الله، مستفزه. يا ماما مين؟ مش عرفنا. انا مش عرفني. ما تقومي تفتحي الباب. لا واضح انك مطمنه على الاخر على فكره. طب ما نروح مع بعض نفتح الباب. لا انت تروحي عشان انا ابقى سليمه، عشان لو حصل لك حاجه انا الحقك على طول. بسم الله ما شاء الله، ايه الذكاء اللي انت فيه ده؟ شفتي يلا. انا اللي هفتح الباب. يلا مش مسيطره. يلا يا ماما. ماشي يلا. ماشي. طيب طيب، ما تفتحيش الا لما يرد الاول. ما
بطل الجبن بقى ده انا مين؟ هو انت؟ مساء الخير، انا بشحمي ولحمي وجايب لك معايا حالتي العاطفيه من ساعه ما اتولدت لغايه دلوقتي علشان ابرق نفسي. وانا جاي معاه عشان لازم يبقى في محرم. يلا روح انت بقى. انت عرفت الدور ازاي؟ ده انا سبتك وجريت على السلم. روح انت، خليك انت هتكلم مع الست شويه. اتفضل اتفضل اتفضلوا اتفضلوا، خليك حلو انت هنا حلو. ما تبصيش هنا، اتفضل. تبقي اتجننتي رسمي ولازم تترمي في مصحه. مش بعيد تعمليها يا معيار هاني، وبرده هتجوزها. انت بنتي حد مسلطك علينا؟ ولو احنا وافقنا انك تتجوزيه هو هيرضى؟ هو بيحبني ويتمنى. على علمي ان هو طردك مرتين، مره من المستشفى بتاعته ومره من المستشفى اللي بتعالج فيها، مش هو ده اللي حصل؟ انتوا لسه بتراقبوني؟ ما انت لما تبقي بالمخ ده لازم يتحجر عليكي مش تتراقبي بس. ماشي ماشي يا معيار هاني، وانا موافقه، بس عايزين بقى نشوف في الاخر مين فينا اللي هيعيط. يا بنتي يا بنتي الله يهديكي، احنا مش اتفقنا نهدى شويه لحد ما الانتخابات ما تخلص، بعد كده اعملي اللي انت عايزاه. وانا قلت لكم مليون مره ان انا ماليش دعوه بالقرف بتاعكم ده. قرف مسميه مستقبل باباكي ومستقبلنا كله قرف. انت عايزه تديني ليه؟ انا مش عايزه منكم حاجه، انتوا اللي عمالين تحاكموني. انت عايزه مننا ايه؟ احنا عملنا لك ايه؟ احنا اهلك مش اعداء، احنا موفرين لك عز ونعمه انت ما تتصوريهاش. نعملك ايه اكتر من كده؟ عايزاكم تبعدوني عنكم وعن حياتكم والعابكم ومؤامراتكم القذره دي، انا ما بقتش طايقاها ولا طايقاكم انتوا كمان. حلوا عني بقى. عفه انت يا بنت بندحلك. وبعدين يا ربيع هنعمل ايه مع الراجل ده؟ قولي هنعمل ايه مع بنتنا اللي بتضيع مننا كل يوم، واحنا ولا احنا حاسين بحاجه. سيبك منها دي، هتتكسر رقبتها وتتلم. اللي بيتكسر ما بيتلمش، بيتبعتر يا هاني. ده شكله تعدى من بنته واتجنن هو كمان. كان مستنيكي تحت المستشفى، معنى كده انه كان بيراقبك وفي خطر انك تبقي لوحدك. طبعا، امال احنا قاعدين مراقبين كده ليه؟ معنى كده زي ما راقبكم يبقى بيراقبنا احنا كمان. يلا اقعد اقعد. بيهزر عمي، بيهزر. بهزر بهزر، اصل انتوا ما تعرفوش اعملوا معايا ايه. اكلوني الشوكولاته كلها. انا اسفه قوي، انا مش عايزه اسبب لكم مشاكل اكتر من كده، عشان كده انا بقول يعني. لمار ما تكمليش، خلاص مبقاش ينفع. طيب ممكن نقوم نجيب حاجه حلوه؟ تيجي معايا؟ انا عمال اقول لك بالظبط حاجه حلوه. انا عمال لك ادخل ادخل. يلا 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 حاجه حلوه. تتاخر عمي حافظ. جميل قوي يا عمو، جميل جميل عمو. يلا يلا يا عمو. يلا فين يا حبيبي؟ هنا. عمر مش عايزك تتصرف اي حاجه هتقولها. انا لفيت وشفت وعرفت وقابلت ياما، لكن والله عمري ما حسيت زي اللي انا حاسه دلوقتي. واللي كانت نازله فيك احضان في المستشفى دي تبقى ايه؟ اللف بتاع زمان برضو دي؟ ايه؟ لا دي واحده مخها طائق، والله انا طردتها بعد كده شر طردها. عمر احنا يا دوب عرفنا بعض صدفه. دي مش صدفه، ده مقدر ومكتوب. انا بخاف قوي من الحاجات المستعجله دي، وانا راجل ما بحبش اضيع وقت. نقول مبروك. انت واقف عندك بتعمل ايه؟ بتفرج. طب ما تيجي نتفرج سوا؟ طب ماله، يلا يلا. اصل متعب يا عمر، حطك في دماغه مش كل مره تسلم. تاني بصراحه يا عمر، لمرة عندها حق، متعب ده شكله شراني قوي، وبعدين كفايه اللي حصل لك منه. محدش بيموت ناقص عمر. ما تهرضهاش قوي يا ابطال، فكر كويس. اللي انا بفكر فيه دلوقتي حاجه واحده بس. حاجه ايه؟ اني بحبك وعايزه اتجوزك حالا. لا انتوا اكيد عايزين تجننوني. انت ايه، خلاص مستغني عن عمرك؟
وكل ده عشان ايه؟ واحدة لسه عارفها ايه؟ خلاص الحب قطع قلبك قوي؟ مت في البيت؟ انا هتجنن هتجنن. انت مش كل شوية عمال تسمعنا تبنى على الله تبنى على الله؟ وهي تبنى على الله مالها مال الموضوع؟ هو الجواز حرام كمان عشان نتوب عنه؟ الله بالهداوة يا تينا، خلينا نسمعه. هداوة ايه بعد اللي سمعته منكو ده؟ يا لهوي لو شفت ابن عمها ده انا مش هخنقه، ده انا بالسكينة في كرشه. الله، طب وايه ذنبها ايه؟ ابن عمه هو المجرم، يبقى خلاص عمر يبلغ عنه ويأمن روحه خلاص. يا سلام يا اختي، ولو عملها فيه تاني اعمل انا ايه؟ يا عمر ده انا ممكن اروح فيها. صح تينا صح، لازم تأمن روحك الاول وبعدين ربنا يستر. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ انتوا مش عمالين تقولوا لي عايزينك تحب وتستقر وتتجوز؟ ليه لما يحصل كده بقى تكسروا مقاديفي؟ يا سلام، وانت هتستقر مع العيله المهببه دي؟ تينا صح، لازم تصبر شويه لما نشوف ابن عمها هيعمل ايه، وكمان تبقى ما استعجلتش وفكرت كويس. يا جماعه افهموني كويس، ده اول احساس بجد في حياتي، مش هسمح لحد انه يحرمني منه. غلط عمي. تينا غلط وانت صح. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. اهي يا اخويا انت مالك رشاها فتحة على طول كده ليه؟ مش ناخد كده وندي مع بعضينا ونروح ونيجي قبل ما نتربت من لساننا؟ نعم نعم. الله عليك يا روح الغالية. مش برضو صلاح عجب؟ ايه ده، انت تعرفيني؟ القمر يعرفه هيامة، بس هو يعبر مين؟ صدق انت فعلا بتفهمي. انت مين بقى؟ محسوبتك سعاد مش فاضية. سعاد مين؟ مش فاضية. ربنا يكتر أشغالك. إن شاء الله يخليك يا أخويا. وبتعالج عند الدكتور، والدكتور كان طلب مني أوراق كده هو، بس أنا سايبة ابني مولع نار في البيت. فوالنبي يا أخويا يدوبك ثواب، أول ما تشوفه قول له سعاد لما تبقى فاضية هتعدي عليك وتدي له الورق ده في إيده. أمانة عليك يا سي صلاح، خدتك بعافية. سي صلاح، البت سعاد مش فاضية بتفهم ومسقفه قوي. انت فين يا بنت؟ انا خلصت علبه السجاير كلها يا بنت. الزبون طلع ايه خفيفه؟ اتهطل يا اخويا وريل على نفسه، رجاله سايبه بعيد عنا. ما هو داخل له مين برضه؟ غزال الليل. المهم لبس الظرف. لبسه يا حبيبي. بس عايز اسالك على حاجه. اسك يا اختي. مش المفروض ان انا اللي كنت اتفق معاه واسلمه؟ انا مبسوط قوي انك سالت السؤال ده. اه بص يا اختي بقى، فيرست هام الواد ده لسه خارج من حادثه، يعني لسه طاري كده، مش هتعرفي تلم عليها يزوخ. سكند هام بيني وبينك حسيت انه ممكن يلعب معاك الدنيئه ويجيب لك الحكومه، فحطيتها قوه الدموخ كده ولفتها كتير، قلت نلعب معاه كارت ارهاب الاول حبتين كده بس نلعب معاه الدنيئه. طب يلا بيتي يا اخويا احسن يشوفنا. انت مالك يا بنت خايفه كده؟ ما تخليك سترونج يا بنت شويه يا واد. الواد هيشوفنا. يلا الباي ناطره النهارده مش عارف. ماشي يلا بينا. جاهزة؟ على الإخلاع. يلا يلا. خير يا دكتور؟ والله هو الحقيقة مش خير خالص. انتوا كل واحد فيكوا عنده مشكلة تخلي عملية الإنجاب مستحيلة. مستحيلة؟ طبعا مفيش حاجة كبيرة على ربنا، بس احنا يعني بنتكلم في حدود إمكانيات الطب. طيب والعمل يا دكتور؟ يعني مفيش أمل خالص؟ هو انتوا بقالكوا قد ايه متجوزين؟ بقالنا سنة وشهرين يا دكتور. كده بقى مفيش قدامكوا غير انكوا تعملوا حقن مجهري. مفيش اي علاج تاني ينفع؟ انا قلت لكم المفيد وانتوا احرار. والعملية دي تتكلف قد ايه يا دكتور؟ احنا بس نتبع العملية الاول وان شاء الله مش هنختلف في التكاليف. كفاية بقى كفاية، انا مش مستحمل. بقول لك انا ممكن ابيع الذهب بتاعي كله. ذهب ايه بس؟ انا مش ده اللي شاغلني خالص. امال عمال تحسب ايه من بدري؟ عايز ياخد مني عينه في برطمان، تيجي ازاي دي؟ النبي انت مالك رايق قوي. يا سلام، دي مصيبه، انت مش فاهمه اي حاجه. بس تعالوا تعالوا. ايوه كده، فكيها شويه، عينيكي اصلا ورمت من كتر العياط. اعمل ايه؟ انت عارفه ان الدكتور قال لي ان انا مستحيل ان انا اخلف؟ ده الدكتور عوني مش كده؟ ايوه. وطبعا قال لكم عملوا عمليه حقن مجهري، وقال لي العمليه دي هتكلف فلوس كتير قوي ومش مضمونه. انا اختي عملتها مرتين وما نفعتش، لحد لما راحت اللي ايديه فيها الشفا. مين ده؟ ده
ها يا دكتور، طمني ايه الاخبار؟ قول لنا الحقيقه يا دكتور بالله عليك، احنا خلاص استوينا. ايه يا جماعه انتوا قلبين الموضوع جد ودراما كده ليه؟ الحكايه بسيطه. شكرا. بسيطه ازاي يا دكتور؟ ده الدكاتره كلهم قالوا لي ان انا مستحيل اني اخلف. ايوه يعني يا دكتور، وبصراحه في دكاتره يعني نصحونا بالحقن المجهري. شوف يا مدارس، في دكاتره بتحب تلجا على طول للحلول المباشره، وفي دكاتره بيحبوا يخلوا الموضوع طبيعي حتى لو في 10% نسبه نجاح. انا من ابو 10%. يعني في امل يا دكتور؟ ان شاء الله. احنا هنبدا بالعلاج، منشطات وحقن منشطه لحضرتك وعلاج لسعادتك وربنا. دكتور هو لو عمليه الحقن المجهري دي مضمونه يا احنا ستي ممكن؟ انت عايزه تكلفي الراجل وخلاص، خليه يجيب لك هديه بالفلوس دي يا ست احسن. ايه ده يعني؟ قول يا رب. يا رب ان شاء الله خير. عايزينكم يلا بقى سمعونا اخبار كويسه كده بالايام السوداء اللي احنا عايشينها دي. احنا ان شاء الله هنعمل حاجه على الضيق كده في البيت، وشرفنا طبعا ان حضرتك تبقى موجود. اكيد طبعا هبقى موجود، بس يا رب بقى تقدري تحنني قلب الدكتور علينا وينوبنا من حب صاحبه جانب. صاحبه مين قصدك؟ الدكتور عمر؟ طبعا الدكتور عمر، احنا ورانا غيره؟ ما هو ليل نهار بيدافع عنه. لا دي حاجات انا ماليش دخل بيها. تعال تعال يا مرتضى، عايزك توزع حاجه حلوه على المستشفى كلها، عايز كل الناس تفرح زينا. الف الف مبروك. بقولك يا دكتور. ها ايه بتقول؟ ايه نفس الاسم في ايه يا دكتور؟ شوف صاحبك يا دكتور. خلاص لا بقى في زمالة ولا شرف مهنة ولا حاجة أبدا. حضرته خد مريضة بتتحالك عندي وفهمها أن أنا بنصب عليها. مش معقول عمر عمل كده؟ مستحيل عمر يعمل كده، دي مش أخلاقه. الكشفين بنفس الاسم. تفضلي حضرتك تأكدي بنفسك. إنك تعشى بجنون ده حالي معاك، خلتني أعيش أيام مليانة بشوق وغرام لحالي معاك. أجمل إحساس في الكون إنك تعشق بجنون وده حالي معاك. أجمل إحساس في الكون إنك تعشق بحنون بجنون. بجنون يا حيوان بجنون. انك تعشق شكل المزاج عالي قوي يا قبطان، والغزاله رايقه. ايه ده قرف ده؟ كتك 60 نيله فصلتني. لا مؤاخذه يا قبطان، انا قلت بس اشاركك اللحظه الجميله دي. شاركني اللحظه ازاي يعني؟ انا حاسس انك خطيبتي مثلا. احنا نطول يا دكتور. دي طول انت كمان حمار ومش فاهم. ياد ما ينفعش يخرب بيت تحتك. لا مؤاخذه يا قبطان، اصل النهارده حوريه هبطت عليا من السما. حوريه؟ اه حوريه، ولطشت لي بقين تولوني يا قبطان. بقين؟ بقين يا بيئه؟ وايه البقين اللي لطشتهم لك الحوريه؟ قول. هي بصراحه اسمها انت كمان نسيت اسمها. اخلص يا ابني انا مش فضيله. يا سعاد مش فاضيه يا ابن الفاضيه، وانت افتكرت لما قلت لك مش فضيله. وبصراحه قبطان قول يا صلاح، سايبه المرساد ده ليك. مرسال؟ ايوه. مش بقول لك بيئه، وفي ناس لسه بتبعت مراسيل. مراسيل مراسيل ولسه الحلو عيونه ما بيجيش. ما بيجيش فين يا حيوان؟ الحلو عيونه مش حاسه. انت عمرك سمعت حاجه خاصه الفنان هاني شاكر؟ إيهاب توفيق؟ اه إيهاب توفيق. اه مراسيل مراسيل قول لسه حلو عيونه مش حاسه. مش حاسه. ما تطلع يا ابني، ما تطلع يا ابني، هنقعد نغني. يلا نسكافيه بتاعك يا استاذه. نسيه فاضل، انت على طول كده حاسس بيا؟ انا اهم حاجه عندي راحتك. الله الله، حضرتك واقف هنا وسايبني انا لوحدي. انا اسف، انا رايحه. وانت بقى ايه حكايتك؟ هتفضلي شايله الهم كده كتير ولا ايه؟ مش عارفه يا سلام. عارفه انا بفكر في حاجه، يعني بقول اروح لبابا وخلاص بقى احكي له على كل حاجه. مش لوحدي، رجلي على رجلك، هنسافر له سوا. عمر
وحشتيني. ايوه كده فكيها شويه، ربنا يفكها عليكي وعلينا. بقولك ايه يا عمر، انت فين بقى من الصبح؟ كان عندي عمليات كتيره جدا جدا جدا. طب انت ما خفتش وانت جاي هنا ليكون متعب مثلا؟ متعب مين وشيكابالت مين؟ انا القبطان النووي. انت مجنون وهتجنني معاك. طب احنا ممكن نروح لوالدك امتى؟ الحكايه مش سهله زي ما انت فاكر، احنا عشان نتجوز من بره ممكن يحصل لنا مشاكل كتير. اي مشاكل انا قدها، اي مشاكل تحصل عشانك انا قدها. ايوه بس اصل عندنا عادات وتقاليد انت مش واخد عليها. اخد عليها واحبها وابقى حته منها كمان. حياك الله، بس انت خليكي معايا. فضل يا فضل. ايوه. وبعدين بقى مش تركز في الشغل احسن ولا ايه؟ حاضر. خلاص يبقى احنا نروح لبكره. ماشي ماشي، هستناك نروح سوا. ماشي حياك الله. اجيب لك قهوه يا دكتور؟ لا قهوه ايه، متشكر جدا، انا يا دوب الحق العياده، انت عارفه الزحمه قدامي اسبوع على الاقل. ماشي. عمر كلمني اول ما توصل. اكلمك قبل ما اوصل. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا سليم، يلا حبيبتي يلا حبيبتي نركز في الشغل. يلا يا ماما، يلا يا ماما. مدام هلا، خمس دقايق وحضرتك هتخشي. مدام دقيقة وحضرتك بعدها. تعيشي يا اقفل البتاع ده، الصوت وصل لاخر الشارع. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ لحقتي تنزلي يا دكتورة؟ بتسلمات على الدكتور يا حنان. بيتك يا صلاح وقعت قلبي. قولي لي بقى كانوا بيقولوا ايه جوه؟ هو ده اللي مجنني، مش عارفه اسمع ولا كلمه واحده. يعني صوته اليسا ده اللي كان عنده ده من جوه؟ امال انا واقفه هنا ليه؟ لما وريتك ما بقاش انا. ايوه ده اللي فالحه فيه. ها كل شويه. اتفضلي يا فندم. مساء الخير. مساء النور. عايزه اقابل الدكتور عمر لو سمحتي. ثانيه واحده يا فندم، بس الممرضه تاخد البيانات من حضرتك. اسمع حضرتك ايه يا صلاح؟ انت ما عرفتنيش، انا لمار. يا خبر اسود فندم. لا ما فيش حاجه. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا استاذ لمار، اتفضلي. تحب اجيب لحضرتك طب شاي؟ طب قهوه؟ طب حاجه ساقعه؟ طب اي حاجه؟ اتفضلي. ايه مالك 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 يا صلاح، انت مخضوض كده ليه؟ لا مش مخضوض ولا حاجه، اصل المفاجاه بس. خمس دقايق بس الدكتور عمر يخلص. ما قلتليش بقى تحب تشرب عصير ايه؟ شكرا حسن المدخول. حاضر حاضر. استر معانا يا رب، استر معانا. مين دي يا صلاح؟ مش وقتي خالص، مش طلباكي، انا عايزك تركزي مع اللي دخلت ديت، عينك ما تروحش ولا يمين ولا شمال، فاهمه ولا لا؟ فاهمه يا صلاح. استر معانا يا رب. خمس دقايق، ثانية واحدة. ده ابتزاز رخيص أنا لا يمكن أقبله. يلا يا بت، يلا لمي حاجتك، يلا مش اطلعي بره، بره بدل ما انده الممرضين والعمال ويرموكي بره بفضيحة. يا أخويا تف من بقك، فضيحة إيه كفل الشر؟ هو لو أنا غرضي فضايح،
كنت يا اخويا هجيب لك السي دي ده والفيلم القبيح ده تتفرج عليه لوحدك؟ لا ده انا كنت عملت منه سيديهات ياما وفرقتها على روح سمعه حضرتك. بس ايه بقى، الفضيحه هتبقى للركب. ركب ايه يا بنت انت؟ ركب ايه وفضحت ايه؟ انت بتهدديني؟ بتهدديني يا سميكه انت؟ الله، اسمي باريزا، هو ده اسمي يا اخويا يتنسي؟ انت عايزه تفهميني ان الليله اللي انا دايخ عليها دي قضيتها بحالها عندك انت؟ بس انا يا اخويا ما قصرتش ولا قفلت الباب في وشك ولا جبت شويه عيالي يموك في الشارع عشان تعرف بس مين فينا اللي بيسون العشره. عشره ايه يا احباب انت؟ عشره ايه دي؟ ليله ومتسقطه اصلا من حساباتي. هي ليله بصحيح، لكن عندنا الف ليله وليله. الف عفريت ما يتهبب على دماغك انت. وعربيتي يا بنت؟ عربيتي فين يا بنت؟ لا ده بقى انا ماليش فيه. مالكيش فيه ازاي؟ مالكيش فيه ازاي؟ مش لسه قايله لي دلوقتي انك ركبتي معايا؟ اه يا اخويا ركبت معاك ودخلتك بيتي وعملت العمله اللي دخلت مزاجي. بعدين يا اخويا المحمول بتاعك قعد يرن 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 يرن، كلمت الوليه اللي كلمتك قلت لها تيجي تلحقك، اصل انت كنت ضايع خالص، كنت هتموت مني. يعني كمان كمان انت كلمتي عفه وسلمتيني ليها؟ كلمتها اه، انما سلمتك ده لا ممكن ابدا، ده انا جدعه جدا. طب يا جدعه جدا ماشي، يا جدعه جدا حياه امك، حياه امك يا جدعه، ده سلمك البوليس حالا. والنبي يا دكتوره يرضيك برضك تبوظ اخلاق الحكومه بافلام ابيحه كده. انت طلعتلي من اي ده يا بنت انت؟ طلعتلي من اي مصيبه؟ نعم انا اسفه يا دكتور، اصل الهنم مستناك من بدري. بدري ايه؟ مش شايفه معايا كشف؟ معلش يا عمر انا اسفه، انا اللي قلت لها تقول لك. لمر اللي قال لك انها على ستر واخدها عبيط عبيط، اصفى تكبير الدماغ والنعمة نعمة، وافتكر يوم جاي يوم عرض الشريط. اللي قالك انها مستهلة اعمى واللي على ستر واخدها عبيط عبيط، اصفى تكبير الدماغ والنعمة نعمة، وافتكر يوم جاي يوم عرض الشريط. فتح يا عليم تقل الحساب القديم، يا فتح يا عليم تقل الحساب القديم، صفينا كلنا وسامحنا وهنرجع صوت سليم. اللي قالك انها مستهلة اعمى واللي على ستر واخدها عبيط عبيط، اصفى تكبير الدماغ سامحه فوت خلص اول باول صرحه حتى اللي بلاد تتفتله. اللي يحبك حبه وسامحه، حبه وسامحه فوت خلص اول باول صرحه حتى اللي بلاد تتفتله. كلنا وسامحنا وهنرجع صوت سليم.